أنا كنت متطرف من ناحية الشغب، المشاكل، المخدرات، الإجرام، كنت خايب. أنا عفى علي الله والملك واحد المفاجأة، درت عقلي خرجت دبروا لي الناس مع هاد الناس هادو اللي تلقيت هاد الناس هادو كلهم وانا لقيتهم اندمجت معاهم. ان سيدنا كيوصي الناس المسؤولين على الاندماج باش يندمجوا للشجناء. انا ملي خرجت شحال دوزتي 12 سنه ديال السجن. النهار اللي خرجت ما لقيت حتى واحد اللي يعاونني، الله هو اللي عاونني، وكاينين شي وجوه هما اللي تعاملوا معايا باش دخلت لهاد الشركه. ملي دخلت لهاد الشركه هادي دابا راني مده ديال 6 سنين وتخدم وانايا معاها مع السابقه. انا كنت كنوزن 64 كيلو وليت كنوزن 50 كيلو، اقسم كبير الله العلي العظيم. انا اندمجت مع هاد الناس هادو، طمعونا هاد الناس. شنو قلت انا ملي وليت خدام وكنتخلص وداك الشيء ديال مانطا، شنو قلت؟ قلت ندير وليدي. استقررت مع الحياه، عجبتني الحياه، داك الحلاوه برا ديال الحياه، درت وليدي. ملي درت وليدات هاد الناس دابا شنو كيديروا لي؟ ملي باغيين يجريو علينا. انا بسيفتي انا دابا 12 سنه ديال الحبس، عمري 40 عام، صغري الشباب يقول لهم شاليا في السجن، يمكن لي شنو ندير؟ ملي غنخرج انا من هاد الخدمه هادي، انا هاد الخدمه هادي انا بغيتها، هاد الخدمه شريفه وحبيتها. انا كنت كنخدمها في السجن وملي خرجت لقيتها هنا. انا ربي انا كنت كندير واحد الدعوه ربي استجب لي. هي خدمه نظافه مع شركه اوزون. مع شركه اوزون. انا دابا هاد الناس ملي غادي يحيدوني انا وانا غنمشي بحالتي وعندي جوج ولاد 12 عام ديال الحبس، شنو غندير؟ نرجع عند فين كنت؟ انا ما بغيتش. باقي مخلصين شهرين. وشهرين ما مخلصش. مولك راه كيسالني شهرين دابا. عندي ثلاثه الوراق ديال الطو، ورقه ديال الماء، عندي جوج وليدات. كطيح عليا القطره، كنعيش مع الفار مع سراق الزيت، ودابا انا جالس هنا بيامي الله وطلعتي وما لقيتيش هاد الشيء هذا. الوالده نستحق الاعدام. لا والله يرحم الوالدين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.